فاز من لا يستحق، ده شعار ماتشات السوبر المصري اللي اتلعبت امبارح في ابو ظبي. الاهلي كسب سيراميكا بهدفين لهدف، والزمالك كسب بيراميدز بضربات الجزاء الترجيحيه. بس ولا الاهلي يستحق انه يكسب ولا الزمالك يستحق يوصل للنهائي، هذا ما قاله كل المحللين الرياضيين. في ماتش الاهلي احنا شفنا اشباح لعيبه في الملعب، لو استثنينا بقى مصطفى شوبير حارس المرمى ممكن كمان شويه نقول طاهر محمد طاهر عشان الجونين اللي جابهم، بس غير كده هنقول ان كل لعيبه الاهلي ما كانش ليهم اي وجود في الملعب. عيب حقيقي بجد اللي شفناه امبارح من لعيبه الاهلي اللي كل الناس كانت منتظره مشهد غير ده خالص، يعني كنا مستنيين اللعيبه تنزل تعوض هزيمه ماتش الزمالك وتاكل النجيله. فاكرين ماتش السوبر الافريقي قدام الزمالك؟ بس الحقيقه كانت اللعيبه بتتدلع. حتى مدرب الاهلي كولر بدا بتشكيل عجيب غريب لدرجه انه خلى جمهور الاهلي يشد في شعره. يا عم كولر، يعني انت ما عندكش جناحات عشان تخلي امام عاشور يلعب جناح؟ الناس كلها بتتكلم هو كولر هيقعد، كولر هيمشي، طب ما احنا لسه عندنا الماتش مع العين وعندنا الماتش مع الزمالك. اعتقد اللي هيحصل في الماتشين الجايين هو اللي هيخلي كولر يقعد او يمشي. طيب فين رضا سليم؟ مش ده المفروض كان جاي وهو النجم الاول للدوري المغربي؟ وصلنا دلوقتي لمرحله ان المدرب مش بيلعبه حتى لو مفيش جناحات جاهزه في الملعب. كمان بيرسي تاو اللي تايه طول الفتره اللي فاتت، يعني بتلعبه ليه؟ وراكن لعيبه تانية افضل منه مليون مره ليه؟ عشان كده انا بقول ان الاهلي ما كانش يستحق يكسب ماتش سيراميكا، لان لعب سيراميكا لعب حلو قوي، لعيبه سيراميكا عملوا كل حاجه في الملعب بس الحظ يعني ما كانش معاهم. توفيق مصطفى شوبير كان سبب رئيسي جدا في فوز الاهلي. الزمالك برضو ما كانش يستحق يكسب بيراميدز لانه لعيبه بيراميدز عملت كل حاجه في الكوره، بس التوفيق برضو ما كانش حالفهم. لعيبه الزمالك تحسهم كده ايه من اول الماتش تايهين، بيراميدز سيطر على الملعب كله. ولكن احب اقول لكم توهان لعيبه الزمالك لو دورنا على اسبابه هتلاقيه توهان من بره الملعب بسبب تصريحات المسؤولين بتوع الزمالك من بعد ماتش السوبر الافريقي. اعتقد انه يعني هم خرجوا اللعيبه عن تركيزهم بتصريحات مش موفقه، زي التقليل من بطوله السوبر المصري. التقليل والاستهانه من السوبر المصري خلوا اللعيبه تفك، خلوا الحماسه بتاعتهم اللي كانت عندهم يوم ماتش الاهلي في سوبر افريقيا ما بقتش موجوده، وده شفناه بطريقه واضحه وصريحه في الملعب. بس على العموم هنشوف مباراه بين الزمالك والاهلي في نهائي السوبر المصري يوم الخميس اللي جاي، وده هيكون النهائي الثاني بين الفريقين في ظرف اسبوعين بس. الاداء في الملعب للقطبين كان وحش جدا، بس الاوحش منه اللي حصل بعد المباراتين.